نلعب سلام علي. الله يسلمك يا بابا. مالك؟ ايه اللي مطلعك بره يا بابا؟ زي ما انت شايف كده، اصل جاموسة العمدة طلبت جابوها للشاب بتاعنا. ألف لا بأس عليك يا بابا. أنا صحتي يا ابني زي البومب، يا ريتك أنت في نص صحتي. الحمد لله. رجالة الأيام دي رجالة بالاسم بس، غير رجالة زمان. إحنا يا ابني اللي كنا السمنة البلدي وشربنا اللبن كامل الدسم. الله يا ابني أنت صعبان عليا اللي عايش في مصر اللي فيها سمنة صناعي ولبن مجفف. يعني لازم أعمل عيان علشان تيجي تشوفني؟ حضرتك عارف ظروف شغلي والحياة ومتاعبها و... يعني خلاص انت من يوم ما اتجوزت وانت نسيت الليك اب. خلاص يعني الجواز دهك عني وغرقان في العسل. بالعكس، دي هدى دايما تقول لي تعالى نزور بابا. بالحق. هدى ما جاتش معاك ليه؟ اصلها مشغوله في الكليه شويه و... وعندها امتحانات. اوعى تكون مزعله. انا ابدا. امال يعني هي غضبت من غير سبب؟ تعالى يا هدى. هنا؟ ده انا قلبت عليك الدنيا. مراتك لما حكيت لي على ظروفك عرفت انها اصيله. يلا بوس مراتك وصالحها. والله انت ما تستاهلها، مش كفايه انها صبر عليك ومستحملك؟ انت قلت ايه لابويا؟ ايه معنيته انك صبره ومستحمله؟ سيدي يا علي، عايزه تحطميني؟ انت اللي معيشنا في نكد. انت زي الحيوانات ما بتجريش غير ورا غريزه. اخرس. سيبني. عاوزك يا ربي بعد ما فرحتيني. انا ما قلتش حاجه، ما قلتش حاجه. زيك زي بقيه الستات، كلكم صف واحد. افتح علي. مش هتفتح. حيت الرب. سيبتها يا علي. ما لحقتش تهرب. انا ما قلتش لابوك حاجه. حرام عليك. انا قلت له انك عصبي بس انت فهمت غلط. زينات مين؟ افتح علي. زينات مين؟ افتح يا ابني، حرام عليك. زينات اتقتلت على السنين ده. علي انت كمان هتموتي زيها. افتح، حرام عليك. افتح يا ابني، حرام عليك. افتح يا علي. ايه بتعمل كده يا مجنون؟ ما تخليش التاني يخش منكم. معلش يا هدى، حاجه خليك روحي اشرحي يا بنتي. ليه يا ابني بتعمل كده؟ ليه يا ابني؟ دي مراتك طيبه وبنت حلال، ليه يا ابني بتعمل كده؟ بس صباح الخير يا بنتي. ايه اللي مصحيكي بدري كده؟ اصلي عايز اتكلم معاك قبل علي ما يصحى. خير؟ مين زينات؟ زينات؟ تسالي عنها ليه؟ هو علي قتل واحده اسمها زينات؟ لا. طب كان بيحبها؟ بيحبها؟ دي امه. امه؟ قصدي في مقام امه، جوزتها بعد المرحومه. علي عمره ما قال لي انه ليه مرات اب. لانها حاجه ما بتشربش. امال هي فين؟ ماتت. مين اللي قتلها؟ انا. ليه؟ لما ادخل على مراتي والاقيها مع راجل تاني في اوضه نومي اقف اتفرج، لازم اقتلهم والا ما استحقش ابقى راجل. قتلتهم؟ انا عملت اللي المفروض كل راجل حر يعمله، اغسلت عار بايدي. عشان اعرف عنه لازم يجيلي، لازم اشوفه واسمع منه شخصيا. للاسف يا دكتور هو رافض العلاج النفسي تماما، علشان كده انا جيت لحضرتك عشان تقولي ايه اللي ممكن اعمله. بس بكده مش هعرف اكون فكره عن حالته. طب انا ممكن اعرف منه كل المعلومات اللي انت محتاج لها. يعني انت عايزاني اعالجه عن
عن طريقك؟ يا ريت يا دكتور، اصل جوزي حساس وانا مش عايز اجرح مشاعره. هو ممكن، بس دي مش هتكون مهمة سهلة ابدا. اهون عليك يا علي، تموتني قد كده بتكرهني؟ ما تقوليش كده يا هدى، انت عارفه ان انا بحبك. انا كنت فاكره كده، بس احب اقولك اني مش زي زينات. مين قالك انك زيها؟ انت بتحب زينات. انا ما احب زينات؟ انا كنت بكرهها. لا انت بتحب زينات. قلتلك بكرهها، ولو ما كانش ابويا قتلها كنت انا قتلتها. ساعات الكره بيكون تعبير عن الحب. هتكلميني في علم النفس، انا غير مؤمن بيه. ليه؟ انا راجل عملي مؤمن بالعلم. طب ما هو اسمه علم نفس. هي زينات كانت حلوه؟ لا، ايوه كانت جميله. أحياناً الشر كمان بيكون جميل. الله، دي فلسفة بقى. أنا ماليش في الفلسفة. تصبح على خير. أنت ضميرك حي، وعشان كده ما سمحتش نفسك لأنك حبيت زينات. كنت مراهق، وزينات كانت أجمل بنت في البلد. يا ريت أبويا كان قتلني وياهم. وأنت ذنبك إيه؟ ذنبي اني حبيتها. علشان كده عاقبت نفسك، ضميرك حكم عليك بالعكس. عايزه تقولي ان مرضي سببه اني بعاقب نفسي؟ ايوه يا علي، امنت بقى انك مريض. مريض؟ وانت الوحيد اللي تعرف ازاي تخف. ازاي؟ كان عندك كم سنة لما زينات اتقتلت؟ ازيك يا علي؟ ساكت ليه؟ ما تقوليش الحمد لله على السلامة ليه؟ خد خد ايه ده ايه كده؟ خد مبسوط؟ ودي بقى هدية ماما زينات. هي فين؟
تعالوا تعالوا معلش يدي الخطيب يلعب كرة حلوة على ريوس ولا ده شكله هو الجول يا جول جول عظيم جول عظيم مش معقول مش معقول جوه الجول يا سلام جول جميل 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 مش معقول كمان ولد انتهت النتيجة ظريفة وتيجي الكرة بغاضي وتطلع الكرة تاني كورنر كورنر من ناحية اليمين لصالح النادي الاهلي هيلعبها حمد ابو راضي ولعب كرة حلوة حمد ابو راضي وتعدي وكل فرد محمد عامر وترد تاني والخطيب يا جول 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 يا حبيبي الغيبك ليه يا قاسي يا قاسي يا قاسي يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي دلان 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 ايه ده امال فين ال اتنشلت ايه ده مين البت الحلوة دي يعني احلى مني انت عارفة نفسي اعمل ايه عيب لا ما تفهمينيش غلط انا نفسي اعمل حفلة كبيرة كبيرة قوي نعزم فيها كل اصحابنا انا فرحانة فرحانة قوي ايه يعني مبسوطة يا بنت فرحانة مبسوطة يا بلعوم بس المناسبة ايه هو في احلى من كده مناسبة